صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. أهلا بكم في حلقة جديدة من البلد يوكل مع نونة على شبكة قنوات بي إن سي، وبالأخص بي إن سي فود، أقوى قناة طبخ في مصر. النهاردة اليوم بتاعنا عندنا فيه حادق على حلو، على صنف تقليدي كده، على صنف مختلف شوية، هنشوف هيتعمل فيه إيه، بس في الآخر هو صنف مكوناته كلها موجودة عندنا في البيت. هنبدأ بالصنف الحادق بتاعنا النهاردة. هنعمل إيه؟ هنعمل فراخ بالخضار والكاري. المكونات بتاعته مختلفة شوية، هو جاي من المطبخ الآسيوي، فهنديله كده ايه تطعيمة مصري. يعني احنا لما بنلاقي حاجة كل مكوناتها زي مكوناتنا بالظبط بس بيفرق فيها مكون واحد، بنحاول ان احنا نعمل معادلة كده بسيطة بين التوابل المصرية والتوابل بتاعتهم. هم بيحبوا التوابل كتير قوي قوي قوي، انا برضو بحب التوابل الكتير بس مش بالكثرة اللي هي تفسل لي طعم الوصفة، لا أنا بحب التوابل اللي تديني أو تخدم الوصفة نفسها. هنعمل إيه؟ أول حاجة عندنا فراخ بالخضار والكاري، وأول حاجة قبل ما أبدأ في أي حاجة من الوصفة حاطة وك أو حلة أو صينية تسخن قوي 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 علشان تكون تديني الصدمة للفراخ اللي أنا عايزاها، مش عايزاها تنزل مية، عايزاها تاخد الصدمة بتاعتها كويس قوي. نصيحة مني وأنتوا شغالين في المطبخ، حضروا الحاجة زي إحنا ما بنحضر كده. الموضوع مش هيبقى اطباق كتير ولا حاجه، يعني مش شرط تحضروا كل حاجه في طبق لوحدها، لا اقفي مثلا الوصفه بتاعتك، مثلا هتستخدمي بصل وهتستخدمي جزر وهتستخدمي طماطم، طبق كبير او صينيه كبيره كده قطعيهم وحطيهم فيها. التوابل بتاعتك مرصوصه قدامك في المطبخ، المرقه موجوده جنبك، حبه الزبده هتجيبي قالب الزبده من الثلاجه تشتغلي بيه على طول. الموضوع لما بيكون كله متجهز قدامك بيسهل عليك الشغل وبيوفر عليك الوقت كمان، بدل ما تفضلي تقطعي بصلايه وتحطيها وعلى ما تتحمر تلاقيها اتحمرت زياده تروحي شايله من على النار وتبقي بتجري حوالين نفسك عشان تقطعي الطماطم والكلام ده كله، لا خلي الموضوع بالنسبه لك اسهل من كده بكتير. الموضوع مش موضوع ان انت داخله تأدي مهمه، لا انت داخله تعملي صنف حلو عاملاه بحب طالع من جواكي، وفي نفس الوقت مش عايزه يبقى مجهود زياده عليك. فحاولي بقدر الامكان تحضري حاجتك زي ما احنا محضرينها كده، ومش شرط تعملي كل الاطباق دي، ممكن في صينيه واحده تحطيها جنب بعضيها هتسهل عليك كتير. مقاديرنا النهارده نزلت على الشاشه، ومقاديرنا بتقول ايه في وصفتنا يا جمال. عندي ايه؟ في الخضار بالكاري والفراخ بالكاري والخضار، معايا فرخه متقطعه 8 4 زي ما حضرتك عايزه، ما عنديش اي مشكله. معايا كمان بصلتين مكعبات، 3 جزرات مكعبات صغيره، طماطم مكعبات صغيره، ممكن تستغني عنها وتحطي طماطميه واحده بس عشان غلو الطماطم، حطي طماطميه واحده مش شرط ان انت تحطي 3. معايا فلفل حامي شرايح ممكن تستغني عنه لما بتحبيش الحامي، معايا ريحان فريش وممكن برده ما تستغني عنه لو مش موجود عندك، بس لو موجود هيبقى افضل طبعا. معانا كمان كرفس شرايح، ومعايا كوبايتين مرقه فريخ. معايا ايه تاني النهارده في الوصفه بتاعتنا؟ معايا بسم الله كوبايه كريمه طهي، معلقتين كبار من الدقيق، زبده وزيت، وشويه كاري، وحبه بابريكا، وملح وفلفل اسود. دي التوابل بتاعتنا مش كتير بس هتدينا نتيجه مضمونه وزي الفل. حطيت حبه زيت علشان عندي زبده وعلشان الوك بتاعي سخن قوي. بسم الله ارجع كده اروح منزله الزبده. ولو حطيت الزبده الاول والوك عندي سخنه هتتحرق معايا وتديني غمقان للصوص بتاعي انا مش عايزاه، فعشان كده حطيت الزيت الاول ونزلت عليهم بالزبده. ارجع بعد كده اروح واخده الفراخ بتاعتنا وانزل بيها على الناحيه اللي فيها الجلد علشان تاخد الصدمه من غير ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه خالص. بسم الله الميزه في الوصفه بتاعتنا ان احنا مش هنستهلك مواعين كتير، يعني مفيش شرط ان انت تدي الصدمه وترجعي بعد كده تشيلي الفراخ وترجعي تحطي باقي المكونات، لا انا هريحك من ده كله، كله هيبقى في حله واحده او في وك واحد من غير استخدام مواعين كتير. وهي كده رشه من الفلفل الاسود ورشه بسيطه من الملح. خدت الصدمه من الناحيه دي، ارجع بقى اروح نقلاها الناحيه الثانيه، انا مش عايزاها ان هي تتحمر كده كده اصلا هي هتستوي مع الفراخ مع الخضار. اروح عامله كده كده انا قفلت المسام بتاعه الفراخ نفسها على نار عاليه علشان ما تنزليش ميه. بصوا شكلها عامل ازاي بالشكل ده. ادي كمان رشه فلفل اسود من الناحيه دي، وادي رشه الملح كده تمام جدا معايا وزي الفل. عندي ايه بقى؟ بصوا هعمل ايه. ادي الجزر،
وادي الكرفس، وهاخده كده وهسيب منه حبه صغيرين جدا علشان التقديم في الاخر. بصل، طماطم، هتلاحظوا ان كله مع بعض. ابدا بقى دلوقتي، خلاص انا اتاكدت ان هي خدت صدمه من الناحيه الثانيه، ابدا بقى ان انا ايه اعمل كده بالشكل ده. شويه من البابريكا، فلفل حامي، حبه كاري، بس الكاري طبعا يبقى كتير علشان هو اساس الوصفه بتاعتنا. الدقيق مع كريمه الطهي مش هحطهم دلوقتي، والريحان برده مش دلوقتي. كده المكونات كلها عندي تمام بتاعه الوصفه. ارجع بقى دلوقتي احط الملح بتاعي التمليح او الحياء. الرشه اللي انا حطيتها في الاول دي كانت رشه بسيطه كده علشان تتبيله بتاعه الفراخ. بس كده شايفين المنظر كله على بعض، ما خدش مني وقت. هياخد منك وقت في ايه؟ في التقطيع وبس، في تحضير الحاجه، لكن كعمايل وصفه انسي، مش هتاخد معاكي وقت خالص. بالشكل ده كده. طيب هنحط لها سوائل. عندي مرقه. طيب ما عنديش شوربه نونه، ومش شايله عندي شوربه ولا بتاعه فراخ ولا لحم ولا اي حاجه. مكعبين مرقه حطيهم وقلبيهم معاها، وزودي كوبايه ميه او كوبايتين. هزود المرقه دلوقتي؟ لا مش دلوقتي، امال امتى؟ بصوا هي بتنزل سوائل ازاي. السوائل دي بتاعه البصل والطماطم اللي اتحطت، فانا مش هحط دلوقتي اي سوائل. امال هحطها امتى؟ لما تبدا السوائل عندي تتشرب، ابدا بعد كده اروح حاطه كوبايتين المرق، تبدا ان هي تغلي غلوتين واغطيها وتبدا تستوي معايا. كل الخضار اللي حضراتكم شفتوه دوت هيدبل معايا ويدخل في السوى مع الفراخ. ارجع بعد كده اروح نقلاها في طاجن كبير، ولما انقلها في طاجن كبير اروح مدوبه الدقيق مع كريمه الطهي، عاملاهم مع بعض ومزوده. طب يا نونا ما انا حاطه كريمه طهي، ايه الداعي ان انا احط دقيق؟ طيب انا عايزه الصوص بتاعنا يبقى تقيل شويه، السوائل اللي هنا هتبقى كتير، لو حطيت كريمه الطهي بس هتديني لون فاتح شويه لكن مش هتديني التقل اللي انا عايزاه، عشان كده زودت التقل بمعلقتين الدقيق. طيب الاسعار غاليه يا نونا، ومش عايزه كريمه طهي خالص، هركنها على جنب، لكن عايزه ان الصوص بتاعها يكون تقيل. كل الحكايه هتروح مدوبه معلقتين الدقيق في كوبايتين المرقه وهتزوديهم. طب ليه حطيناها من الاول؟ علشان التيست بتاع الطعم. مهما كان هتحطي دقيق مع مرقه عمره ما هيديكي التطعيمه بتاعه كريمه الطهي معاه، فعلشان كده بنحاول ان احنا نعزز النكهه او ندي تطعيمه احلى بكتير من ان تكون نكهه طبيعيه. دي الوصفه بتاعتنا. هنطلع فاصل، بس قبل ما اطلع الفاصل عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بمسابقه الميلامين الشريف مع الشيف. وسؤال النهارده بيقول ايه يا جمل؟ سؤالنا النهارده بيقول ايه في مسابقه الشريف مع الشيف؟ سؤالنا نزل معانا على الشاشه وبيقول اطباق ميلامين الشريف بتنفع الميكروويف لمده كام ثانيه؟ 20 ثانيه، 90 ثانيه، 120 ثانيه. علشان تعرفوا الاجابه الصح اولا هتخشوا على صفحه الشريف في الفيسبوك او على موقع الويب سايت، وعشان تجاوبوا صح هتتصلوا على الارقام اللي بتظهر معاكوا على الشاشه من اي رقم ارضي على 0900937، ومن اي موبايل على 137، في انتظار اجاباتكم الصح ان شاء الله، وباذن الله تكونوا من الفايزين. طيب ده كده فايز. الفايز التاني هيكسب ازاي؟ كل اللي محتاجاه من حضراتكم ان انتوا تصوروا سفره فطار بتاعه رمضان وتبعتوها على صفحه ميلامين الشريف على الفيسبوك، وان شاء الله احلى صوره هتكسب طقم من ميلامين الشريف باذن الله. ربنا يا رب يكسبكم دنيا واخره. يلا بينا نطلع فاصل. الفراخ بتاعتنا النهارده بالكاري والخضار محطوطه على النار، مش هعمل فيها اي حاجه الا ما ترجعوا لي من الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلديه. رجعنا من الفاصل، حاطين الفراخ بتاعتنا التحفه تحفه. بصوا شايفين؟ تعالى جيت كده يا جمل، بصوا كده شايفين المنظر عامل ازاي. لو ولادك ما بيحبوش الخضار بعد الوصفه دي هياكلوا الخضار وهم متمزجين اخر مزاج. حطيت لها الشوربه في الفاصل وهسيبها بقى ان هي ايه تتشكشك مع نفسها كده اهوت، وتبدا ان هي تستوي، وارجع بعد كده بعد ما تستوي تتشرب الشوربه دي شويه ابدا انزل لها الكريمه الطهي مع الدقيق. طيب هنسيبها بقى كده شويه، وتعالوا دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل صينيه بلدي كده فلاحي من اللي هي بتاعت زمان بتاعت اهالينا كده اللي بنشوفها في الافلام الفلاحي. هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه طاجن معمر، رز معمر. النهارده عاملاه ساده ولا من غير لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه خالص، عاملاه على ابوه زي ما الكتاب ما قال. هتنزل مقاديره دلوقتي على الشاشه، واللبن عندي دافي
اللبن عندي دافي، الرز ما يكونش منقوع، يا دوب غسلناه وعملناه كده تحت الحنفيه شويه وصفيته. حته ان احنا نغسله ونصفيه ونسيبه شويه دي كده مهمه جدا. هبدا ان انا اعمل ايه؟ هروح جايبه دلوقتي بوله غويطه عشان اشتغل فيها، وتنزل مقاديرنا دلوقتي على الشاشه يا جمل. طيب مقاديرنا بتقول ايه في طاجن الرز المعمر او صينيه الرز المعمر؟ معايا 4 كوبايات رز مصري ويكون مغسول ومتصفي زي ما قلت لحضراتكم، معايا 5 كوبايات ونص حليب مغلي ويتساب يدفى، يعني يتساب علشان يبقى دافي، مش عايزاه ان انا اخده مغلي. معايا 5 معالق كبار سمنه بلدي، ومعايا 4 معالق كبار قشطه بلدي، ومعايا رشه جوزه الطيب وملح وفلفل اسود. عايزه تاكلي طاجن معمر زي الكتاب ما قال، زودي الفلفل الاسود قوي في الرز، مش قوي قوي لدرجه ان هو يبقى حراق، لا بس زوديه في الرز. طيب انا هعمل كده، ادي الرز مغسول ومتصفي، وهروح واخده حبه محترمين قوي من الفلفل الاسود، وادي الملح. وادي القشطه، هعمل كده وهسيب منها جزء عشان الوش. وادي جوزة الطيب، وادي حبه السمنه، وابدا ان انا اعمل بقى ده كله مع بعض، ادخل القشطه كده مع السمنه مع الرز وكله يتشرب مع بعضه كده. شايفين لون الرزايه عامل ازاي؟ ده لون الرزايه اللي انا عايزاه، ده المعمر اللي بتاكليه عند اهالينا الفلاحين وتحس ان انت مش عارفه تاكليه في حته تانيه، تقولي طب التطعيمه دي جايه منين؟ جايه من الفلفل الاسود وحته القشطه وحته السمنه اللي بتبقى دايبه ومغرقه الرزايه بالشكل ده كده. حته القشطه اهي هركناها خالص مع السمنه. اجي بعد كده اروح جايبه الصينيه الحلوه بتاعتنا دي، واروح واخده حته سمنه كده محترمه اغلف بيها الصينيه. الأرضية ومن الجوانب وكل حتة بالشكل ده، وأبدأ إن أنا أروح عاملة كده. بالشكل ده بالمنظر ده كده، أرجع بعد كده أروح جايبة الحليب بالشكل ده. ايوه في سمنه وفي فلفل وفي توابل، الحياء بتاع الحياء بتاع الرز، وابدا بقى ايه اقلبه كده علشان الملح يمشي فيها كلها بالشكل ده كده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ واروح جايبه الفرن عندي واحط الصينيه دي من غير ما تتغطى فويل ولا تتغطى اي حاجه ولا الكلام ده كله، واحطها في ارضيه الفرن. هحطها في ارضيه الفرن قد ايه؟ نص ساعه علشان الحليب يتشرب مع الرز، وبعد النص ساعه اروح ماسكه حته القشطه الثانيه حطاها على الوش يكون اتشرب، واروح حاطه بقى ايه على الشبكه اللي في النص. تعالوا نحطه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ونصبح على مين يا رغده؟ رغده، ونصبح على رغد. صباح الفل يا رغد. صباح الهنا، عامله ايه؟ زي الفل الحمد لله يا قلبي. ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ حاضر. تسلمي لي، حضر لك الخير يا رب. اموريني. انا بحبك قوي وانا بموت فيكي قوي. عامله ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما، كل سنه وانت طيبه ورمضان بخير عليكي يا رب. طيب رمضان كريم. رمضان كريم عليكي وعلى كل حبايبك يا حبيبتي، تسلميلي. انا بحب اتفرج عليكي كل يوم يا حبيبتي، ما نحرمش منك ولا من متابعتك ابدا. قولي لي يا رغد، ليكي اي طلبات؟ لا شكرا، كنت بسالك عليكي بس. سالت عليكي، العافيه، وما نحرمش منك ابدا، هستناكي تتصلي بيا كل يوم تسالي عليا، ماشي؟ نورتيني. بصوا كده هعمل ايه؟
قبل ما نطلع فاصل يا جمال، ادي الكريمه بتاعتنا هنزل فيها الدقيق واعمل كده، شايفين هتبدا ان هي تتقل معايا، بس الدقيق كله دايب مفيش حاجه مكتله ولا اي حاجه اهي بالشكل ده كده. واجي ابص على الفراخ السوائل بتاعتها ماشيه معانا تمام، ماشيه معانا تمام وزي الفل. وابدا ان انا اروح نازله بقى كده، يا نهار ابيض على الجمال. استنوا نجيب سباتولا ننزل كل الحاجات اللي في البوله دي عشان نسيب ولا فتفوت بالشكل ده كده. طبعا الفراخ اصلا ما بتاخدش وقت في التسويه، شايفين المنظر يعني اختلف تماما عن ما كان في الاول. عايزه تشيل الخطوه بتاعه الكريمه دي ما عنديش اي مشكله، بس صدقيني بتدي تطعيمه حلوه جدا جدا جدا. الريحان ده مهم قوي في الوصفه، بس برده لو مش موجود مش مشكله، بس يفضل ان هو يكون موجود عشان برده التطعيمه وريحه الريحان بتدي الوصفه تطعيمه مميزه. بس كده يتحط بقى في طاجن ويتحط في الفرن تحت الشوايه وخلاص الموضوع انتهى. اسرع فراخ ممكن تعمليها تتقدم جنب رز بشعريه او رز ابيض، مش عايزه تحطي حته الكريمه مع الدقيق ديت وتسيبيها حمرا زي ما هي زي ما انت عايزه، حسب ما انت عايزه اشتغلي. تعالوا نطلع فاصل ونسيب الفراخ بتاعتنا على النار دقيقتين كده قبل ما ننقلها في الطاجن. الرز المعمر عندنا حاطينه في الارضيه والفرن عالي قوي على اعلى درجه من الفرن، ما يبقاش درجه واطيه علشان ان هو يشمع لي الصينيه ويبدا ان هو يشرب على طول. نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نشوف عندي صنف حلو ايه النهارده، خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلازيك. رجعنا من الفاصل، الرز المعمر بتاعنا في الصينيه في الفرن زي ما هو، والفراخ بتاعتنا حطيناها في الفرن يا دوب تاخد لون كده اهوت بشكل كويس او تحميره كويسه كده وتشميعه من الفرن كده كده هي استوت والفراخ ما بتاخدش تسويه، ادام الخضار بتاعها استوى يبقى هي تمام وزي الفل. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل مهلبيه قمر الدين، بس النهارده بقى مش مخلياها قمر الدين ان احنا نجيب اللفه ونفكها ونحطها على النار مع ميه ونشا، لا ده احنا النهارده مدينها تطعيمه من حاجات احنا مفرزينها. طيب عايزه اقول لكم على حاجه كمان، اللي احنا مفرزينه ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن برتقان وعباره عن جزر مسلوق في ميه بسكر، والميه بسكر بتاعته احنا شايلينها علشان نستفاد بيها اهو. دي الميه بسكر اللي اتسلق فيها الجزر، وادي الجزر المسلوق اهو بالشكل ده، والبرتقان قطعناه شرايح وحطيناه بالشكل ده كده. طيب نونا الظروف على القد وما جبتش اصلا لفات قمر الدين، وعايزه اعمل مهلبيه قمر الدين، وانت عامله برتقان وجزر ودي الميه اللي سلقتي فيها الجزر بالسكر، هينفع ان انا اعمل ده مهلبيه؟ اه طبعا ينفع. ازاي؟ هتضربي ده كله في الخلاط زي ما انا ما هضربه دلوقتي، وهتحطيه على النار وتديله نشا وبس. ليه؟ لان احنا مش محتاجين سكر، لان السكر بتاعه اهو. السكر بتاعه اهو. الميه اللي احنا سلقنا فيها الجزر نزلت العصاره بتاعتها بالسكر بتاعها. فاحنا مش محتاجين ان احنا نحط سكر، فده لما يتضرب في الخلاط ومش محتاجه ان انت تصفيه ولا اي حاجه، اضربيه في الخلاط كويس، حطيه على النار، ابداي اشكلي النشا او زي ما انا ما هعمل دلوقتي، انا هضرب النشا معاه في الخلاط. هضرب النشا معاه في الخلاط علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، ومش عايزه ادخل له اي اضافات من بره، يعني مش عايزه ادخل له عوامل خارجيه، مش عايزه ادخل له ميه، فهعمل ايه؟ عندي حل على النار. هاخد لفات قمر الدين دلوقتي اللي انا مقطعاها ونقعاها في ميه من امبارح ودابت بالشكل ده بسم الله. شايفين في قطعه اهي لسه موجوده من قمر الدين، هنزل كل ده كده وانا بصبح على مدام ايمان نقول لها صباح الهنا. صباح الجمال على عيونك يا ست الناس، عامله ايه؟ حبيبتي انا بخير طول ما انت بخير، تسلميني ما نحرمش منك ابدا.
حبيبتي حبيبتي الله يسعد قلبك تسلمي. هطلب من حضرتك 10 طلبات ولو اقدر عليه مش هتاخر. انا عايزه حضرتك تكلميني بعد الكلام هدي اكتر من كده. حاضر حاضر عينيا الاثنين. ادي ادي حاضر ادي رقمك لرغده عينيا الاثنين ويا رغده فكريني بعد الحلقه نكلم مدام ايمان. عيوني الاثنين بصوا كده ده القمر الدين اللي احنا سايبينه في شويه ميه من امبارح بيفك بالشكل ده كده. طيب على ما يبدا ياخد غلوه معايا هاجي دلوقتي اروح احط ايه؟ هحط النشا. طب ليه عملت كده؟ علشان انا عايزه ان هي تتضرب كويس جدا مع العصير اللي انا عاملاه ده من غير ما يبقى فيها اي تكتلات، ومش عايزه ادوبها في ميه من بره، لا انا عايزه تتدوب في اللي احنا عاملينه منه فيه. بالشكل ده كده اهو. نفتح الاكياس بتاعتنا. اوه هسقيك منه بعد الفطور. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الميه بالسكر اللي احنا سلقنا فيها الجزر بالشكل ده كده، ونصبح على ام محمد ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا صباح الهنا يا ماما نور. صباح الفل يا ست الكل. انا اول مره اكلمك يا حبيبتي وان شاء الله مش اخر مره، تنوريني على طول باتصال حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. انا عملت زبادي تمام وطلعت معايا سايله وعملت وش زبده من فوق كده تمام، وبرده مش راضيه تلم لحد دلوقتي. طيب تمام استاذن بس عيدها تاني. عملتيه ازاي قولي لي؟ حطيت الخميره الاول في الكوبايات تمام ودعكتها كويس قوي، وكبيت عليها اللبن اللي هو الدافي ودخلتها في فرن برده دافيه وسبتها. طب بصي يا ست الكل، الخميره ما بتتحطش في الكوبايات، الخميره بتتدوب مع اللبن نفسه. اللبن يبقى دافي، اللبن يبقى دافي، والخميره بتاع كوبايه الزبادي اللي حضرتك هتجيبيها تدوبيها مع الحليب نفسه، ما تبقاش في الكوبايات تمام. وبعد كده تجيبي صينيه فيها ميه سخنه وتدفي الفرن وتحطي كوبايات جوه الميه الدافيه ديت في الصينيه. هو ده اللي عملته هو ده. بس قلبي قلبي خميره الزبادي مع اللبن. طيب هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله باذن الله، وهيمسك ويبقى زي الفل. مش هيلم يا بنت، مش راضي يجبن يعني. حبيبتي ما حبيبتي هو مش هيجبن علشان حطيت الخميره لوحدها، لازم الخميره تدوب جوه اللبن نفسه. انا عليها اللبن يا بنتي. ايوه ما لازم تدوب كلها علشان كلها تتوزع كويس يا ست الكل. وزعيها كويس يعني معاها. انا ارده تاني في الفرن ولا ايه؟ رديه في الفرن. طب وشوفي ايه اللي هيحصل، ما كانش يبقى مش عارفه اقول لك ايه، هيضطر حضرتك تعمليه من الاول. طيب يا حبيبتي. حبيبتي نورتيني نورتيني. بصوا كده ضربنا النشا مع كل المكونات مع السايل. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت ده كله كده مع بعضه. عندي المضرب السلك قمر الدين اللي احنا فكينه معانا على النار. بصوا بقى المنظر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخليط ده جواه نشا، فدلوقتي كل المكونات دي هتبدا ان هي تسكن معايا. بصوا في حبه في الخلاط، هعمل ايه؟ هروح واخده شويه ميه كده حوالي نص كوبايه او كوبايه من اللي هي بتاعت الشاي، وابدا ان انا اعمل كده واروح انقط. كل الستات بتعملها في بيوتها. مفيش ست سواء بتضرب طماطم او بتضرب اي عصير وتسيب حاجه في الخلاط، صح ولا مش صح؟ طيب جدع. بصوا كده نضرب بقى كده ونلف كله مع بعضه كده يبدا يشكل معانا، ونبدا ان احنا نصبه في الاطباق. النهارده هنقدمه في ايه؟ هنقدمه في ميلامين الشريف، وهرجع هبص على الفرن وهرجع اوريكم حالا دلوقتي ازاي نعرف ميلامين الشريف الاصلي من التقليد. بصوا بقى معايا كده. بسم الله ما شاء الله بسم الله كده. بصوا شكل الرز بدا ان هو يدخل معايا في التسويه. شايفين شايفين اتشرب الميه بتاعته وكل بصوا المنظر، ودي كلها السمنه اللي فيه، ده كله لسه هيتشرب. عدينا ايه؟ عدينا وقت قد ايه؟ ما كملناش النص ساعه في الفرن. شايفين بالشكل ده كده على الارضيه بتاعت الفرن مش فوق. ارجع بعد كده شايفين المنظر، عشان الناس كتير تقول لي ايه الرز بيطلع معجن. لا انا مش هيطلع معجن معاكي ولا اي حاجه. القشطه اهي
ارجع بقى احط كده واروح اطبقها على الشبكه اللي في الوسط، ياخد اللون الحلو بتاعه ويتشرب باقي السوائل بتاعته، ويطلع معاكي احلى برام او احلى صينيه رز معمر هتاكليها في حياتك. بسم الله، ونصبح على فرحه ونقول لها صباح الهنا. صباح السعاده يا شيف نوني. صباح الجمال يا ست الكل، عامله ايه حضرتك؟ عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير تسلميلي. ربنا يخليك لينا والله، بتعلم من حضرتك كتير. حبيبتي على راسي، ما نحرمش منك ابدا، تسلمي. ممكن اسال سؤال؟ 10 اسئله مش سؤال واحد، اموريني وانا جاوب. ربنا يخليك. انا حبيبتي، عملت بلح الشام بس طلع مني طري. طلع منك طري بعد ما حمرتيه ولا طلع منك طري ازاي؟ بعد ما حمرته حطيته في الشربات. حطيتيه في الشربات، هي بقى حته حطيتيه في الشربات دي، حطيتيه في الشربات ازاي قولي لي؟ يعني انا بطلعه من الطاسه سخن ومنزلاه في شربات دارج. طيب بتنقعيه طبعا في الشربات، بتسيبيه يتنقع شويه على انه هيسكر، صح كده؟ صح كده. طيب بصي بقى يا ست الكل، لما تكوني عامله العجينه بتاعت البلح الشام كويسه جدا ومعاكي مقرمشه وتمام وزي الفل، بلاش ان احنا نطلعها وهي سخنه ونحطها، اصل البلح الشام او الزلابيا عامله زي السفنج، فلما شيء طبيعي لما تطلعيها من حاجه سخنه وتحطيها في الشربات وتغطسيها، ما هي سفنجه هتشرب كل الشربات دوت، هتيجي قدامك دلوقتي مثلا هتقعد نص ساعه معاكي مقرمشه، لكن بعد كده تيجي تاكليها هتطرى، تيجي تاكليها هتلاقي العسل ده بينزل منك، فده مش صح. طيب اخد نتيجه ازاي مظبوطه علشان يطلع معايا زي الفل ويطلع معايا مقرمش لاخر حبايه؟ بصي بقى، بتطلعيه وترصيه في طبق التقديم عادي، يا اما بتطلعيه وبتحطيه في مصفى والشربات عندك بارد، بتبداي ان انت تصبيه على بلح الشام علشان ياخد التسكيره اللي هو عايزها والباقي ينزل من المصفى، بتفضل معاكي مسكره، تاكليها مسكره مقرمشه من بره، ولما بتيجي تقطميها طريه من جوه ومفرغه، فطبعا مش هتبقى شاربه عسل فمش هتطرى معاكي. جربي الطريقة دي وهيطلع معاك إن شاء الله زي الفل، نورتيني. طيب قبل ما نقول على موضوع الشريف، نكلم مدام نجاة نقول لها صباح الهنا. ازي حضرتك يا شريف نور؟ حبيبتي منوراني، عاملة إيه؟ أنتِ وحشاني كتير، أنا حبيبتي حضرتك بتفرج عليكي من زمان قوي. حبيبتي الله يسعد قلبك، ما نحرمش منك أبداً، تسلميلي. يا رب يخليكي، أنا حبيبتي بحبك كتير بجد والله. تسلميلي تسلميلي. مش أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال بس. أمري أمري وأنا أنفذ. عايزه طريقه التوكيت. عينيا الاثنين. وعايزه طريقه الرز البسمتي. عينيا الاثنين، هقولهم لك حالا. ليكي طلبات ثانيه؟ نورتيني. قولي عينيا الاثنين، هقولهم لك حالا. عينيا الاثنين. عينيا الاثنين. طيب بص يا جمل، تعالى الاول نقول قبل ما نطلع فاصل، نقول لحبايبنا ايه؟ القمر الدين ماشي معانا تمام وزي الفل. تعالى نعرفهم ازاي يعرفوا طقم ملامين الشريف اذا كان ما اصلي ولا اذا كان تقليد. زي ما قلت لكم اول مره، ادخلوا على المحل حتى لو الكرتونه مكتوب عليها ملامين الشريف، مالكوش دعوه بالمكتوب على الكرتونه. بعمل ايه؟ بفتح واقول للراجل مثلا انا عايزه وريني طقم ملامين الشريف اللي عندك دوت، اطلبيه بالاسم عشان يطلعه لك. قال لك ما عنديش، ما تخلوش يحاول، يعني يحاول ان هو يقنعك باي طقم تاني. طيب خلينا مقتنعين برضو ان طقم ملامين الشريف مش للنيش، يعني ايه؟ يعني مش يتجاب ويتحط في النيش زي الصيني، نبقى خايفين عليه من استهلاك ولادنا، او خايفين عليه ان هو يتكسر او الكلام ده كله، او لونه يغير او الحوارات دي كلها، كل دوت مش موجود في ملامين الشريف. طيب بص يا ست الكل بقى، لما نيجي نعرف هو ايه، افتحي خليه يفتح لك الكرتونه ومن غير ما تقولي له انا عايز اشوف الاصلي ولا مش الاصلي، امسكي اي طبق من اطباق الشريف. ادي السلاطين، استنى ما اجيب لكم الباقي. الختم بتاع ملامين الشريف موجود على كل قطعه من الطقم. طبعا هو ليه اشكال كتير جدا والوان كتير جدا، بتبدا ان هي بتمشي مع كل الاذواق. بصوا كده معايا، هنا ولا هنا؟ محمود، ادي الختم بتاع ملامين الشريف. عايزه نقرب شويه. مكتوب عليه ملامين الشريف، ملامين 100%، مكتوب عليه الشريف 1938. تمام، ملامين الشريف 100% ملامين، دي العلامه الاصليه بتاعته. اي حته او اي قطعه هتمسكيها من الكرتونه اللي هتنقيها هتلاقي مكتوب عليها كده.
حاجة تانية، ايه الميزة في ميلامين الشريف؟ ان حضرتك لما بتحطي فيه اي حاجة فيها لون، سواء بقى مخلل سواء لفت ايا كان، ايه اللي هتحطيه فيه ما بيغيرش لونه، ما بيطبعش اللون بتاع الاكل، ما بيبهتش عليه. فدي كمان حاجة كويسة قوي في ميلامين الشريف، الالوان والاشكال بتاعته بتغطي كل الاذواق ايا كان ذوقك ايه، هتلاقي الحتة اللي تناسبك معاه. طيب تعالوا نطلع فاصل، ولما نرجع من الفاصل يكون القمر الدين مسك معانا، وكمان نقول لحبيبتنا على طريقه الرز البسمتي وطريقه ايه يا رغده وطريقه البفتيك. نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل حلقتنا، خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. ورجعنا من الفاصل، زي ما حضراتكم شايفين كده طلعنا صينيه الفراخ الحلوه بتاعتنا، وهنبدا دلوقتي نغرف قمر الدين والرز المعمر لسه في الفرن. تعالوا كده واحنا بنغرف قمر الدين في تكايه مهمه قوي، ما ينفعش ان انتوا تفضلوا حاطينه على النار لحد ما يتقل قوي. ليه؟ علشان لو تقل قوي، بصوا القوام ده هو ده القوام اللي انا عايزه. لو تقل قوي ورجعتي بعد كده حطيتيه غرفتيه في الاطباق وسبتيه ان هو يبرد عشان تقدميه بعد كده او تيجي تاكليه، هتلاقي الوش بتاعه بيشقق، هتلاقي الوش بتاعه نشف. مش كتر النشا يعني اتمنى ان تكون النشا اللي انتوا جايبينها يعني يكون صنفها كويس او النوع بتاعها حلو علشان تربط معاكوا بسرعه. في نشا بتبقى حاميه وفي نشا ميته. يعني ايه نشا ميته ونشا حيه؟ نشا حيه يعني نشا مصحصحه، مجرد ما تحطي منها المعلقتين تلاقيها ربطت معاكي على طول. وفي نشا نيه تحسي ايه؟ مهما تحطي فين وفين على ما تربط معاكي. فخلوا بالكم من الموضوع ده كويس قوي. طيب واحنا بنغرف اطباق قمر الدين بتاعتنا كده او مهلبيه قمر الدين، تعالوا نقول لحبيبتنا اللي طلبتنا وسالت على طريقه البفتيك وطريقه الرز البسمتي. طريقه الرز البسمتي في كذا طريقه، اهم حاجه عشان الرز البسمتي يطلع معاكي كويس ونتيجته مضمونه وزي الفل، اهم حاجه حته النقع بتاع الرز البسمتي. ما بيفرقش معايا والله حته ان الرز يكون ب 50 جنيه ولا ب 80 جنيه ولا ب 17 جنيه ولا ب 20، ما بيفرقش معايا. عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا بجيب انا كنونه يعني اعوذ بالله من كلمه، انا بجيب الرز البسمتي من عند العطار اللي هو السايب، مش عارفه ب 23 او ب 25 جنيه، بس عايزه اقول لكم على حاجه بيطلع في منتهى الجمال اللي هو الذهبي ده، بيطلع حلو جدا. طيب بعمل ايه؟ بروح ماسكاه منقياه كويس قوي علشان لو في واحده مكرونه وقع فيه وحبايه عدس طبعا من عند العطار فابقى مخليه بالي. بنقيه كويس قوي وارجع بعد كده اروح غسلاه تحت الميه الجاريه كذا مره كده اهوت وانا بقلب فيه علشان لو في اي ترابايه او في اي حاجه اطلعها منه، وارجع بعد كده اروح حاطه عليه الميه واروح نقعاه حوالي نص ساعه. النص ساعه اللي انا هنقعها دي هي دي اللي هتسوي لي الرز كويس قوي، ده اللي هتديني التسويه بتاعه الرز كويس جدا. طيب بعد النص ساعه او على ما يتنقع نص ساعه اروح جايبه ايه، اكون محضره على حسب ما انت عايزه بقى. عايزاه اللي هو بتاع المطاعم ما بيحطلوش ولا بصل ولا بيحطلو اي حاجه تانية، بيحطلو ايه؟ بيسلقوه في ميه ويرجعوا يصفوه خلاص الموضوع انتهى على كده. انا بقى ما بحبش كده، عايزه تاكلي رز بسمتي اعملي اللي انا هقول لك عليه ده. بتجيبي بصلايه صغيره، بتحطي حبه زيت على النار او حبه سمنه على حسب ما حضرتك عايزه، بتبداي ان انت تحمري فيهم البصلايه، تحطي لها شويه كاري وتحطي لهم لون اصفر بودر اللي هو بودره الزعفران، بترجعي بعد كده تحطي لها ملح وفلفل اسود شويه بهارات ايا كان اللي انت عايزاه وتطعمي بيه الرز، قلبي ده كله مع بعضه. وهيرجع بعد كده ترجعي بعد كده تعملي ايه؟ تروحي منزله فيه الرز. اهم حاجه الميه اللي هتسقي بيها الرز تكون مغليه، يعني انت مثلا عامله 4 كوبايات من الرز حطي 8 ميه، و8 الميه يكونوا مغليين، واهم حاجه تكون مغليه دي. طيب برجع بعد كده اعمل ايه؟ اشوح الرز في البصلايه والتوابل اللي انا عملتها ديت. البصلايه يا دوب ان هي بس تدبل لكن ما تاخدش لون، تدبل وما تاخدش لون، اشوح فيها البصل يشرب من التوابل ويشرب من اللون اللي انا حطاه من كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط له الملح بتاعه والحياء بتاعه والكلام ده كله، وارجع بعد كده اضيف له الميه المغليه، اقلبه وادوق الملح بتاعه تمام وزي الفل، اروح اغطيه واظبط على ساعتي ربع ساعه، ربع ساعه بالظبط ويكون الرز البسمتي متشرب معاكي الميه بتاعته. ترفعي الغطا هتلاقيه متشرب الميه بتاعته خالص، ترجعي بعد كده تحطي على نار هاديه او على نار واطيه خالص، وصحتين وعافيه على قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بالنسبة للرز البسمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز المعمر عندنا عايز قشطة تاني على الوش. بص للحتت اللي هي اللي اتحط فيها قشطة هي اللي خدت التشكيلة او خدت اللون. لا هي هتتشرب لوحدها دلوقتي. ده هو احلى حاجة فيه حتة السمنة اللي هي العايم.
الكمية السمنة اللي هو عايم فيها دي. كمية السمنة اللي هو عايم فيها دي. معانا مين يا رغد؟ بص يا جمل، بص معايا يا جمل، شايف الرز عامله ازاي؟ مستوية ولا معجنة ولا أي حاجة خالص بالشكل ده كده. ونصبح على ام مجد ونقول لها صباح الهنا. صباح الجمال على عيونك، ازيك يا ست الكل؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير حبيبتي، تسلمي وحضرتك بصحه وسعاده يا رب تسلمي. انا بحبك جدا والله حبيبتي، الله يسعد قلبك تسلمي. بقول لحضرتك ايه يا ست مينا؟ ايوه موريني. انا عايزه بس اعرف طريقه البسبوسه بالزبادي. طريقه ايه؟ البسبوسه بالزبادي. عينيا الاثنين. حاضر. اه يا حبيبتي عيني. بس قولها لي دلوقتي عشان عايزه اعملها. عينيا الاثنين. حاضر عينيا. نورتيني حبيبتي، نورتيني. طيب نقول طريقه البفتيك الاول يا رغده، وبعد كده نقول طريقه البسبوسه بالزبادي. طريقه نسيت. طريقه البفتيك في ناس بتعترض كتير على الطريقه اللي انا بستخدمها، بس بصراحه انا ما بغيرهاش لان هي بتديني نتيجه مظبوطه جدا معايا. طيب بعمل ايه في البفتيك؟ انا بجيبه من عند الجزار وبيكون مدقوق دقه كويسه قوي، وبرجع بعد كده اروح حطاه في بوله وعصر عليه عصرة ليمون مع رشة فلفل اسود. ايه ده بس؟ اه خلاص كده. اه خلاص كده. وبجيب بعد كده البقسماط اللي هو المتبل الجاهز، وارجع بعد كده احط فيه البفتيك من جميع النواحي واضغط عليه، وبعد كده احطه في التلاجة حوالي نص ساعة وابدا اقليه. خلاص كده. اه ايه ده؟ امال فين يا لونا البيض؟ وفين الدقيق؟ وفين البقسماط؟ وفين الحاجات الكتير اللي بيعملوها للبفتيك؟ ما هو كل دوت احنا مش هنعمله. ليه بقى؟ علشان كل ده بيخلي البفتكايه تتقل معايا، تشرب زيت، الطبقه تفك، خلاص الموضوع انتهى. وهو اللي انت بتعمليه دوت بيطلع كويس جدا جدا جدا. طب قولي لي كده الطريقه تاني. اقول لك الطريقه تاني يا ست الكل. بنعمل ايه؟ بنجيب البفتيك مدقوق من عند الجزار كويس جدا، وبعد كده بحطه في بوله واحط عليه عصره ليمون او ليمونه حلوه كده، واروح حط عليه رشه فلفل اسود، وارجع بعد كده اروح جايبه البقسماط اللي هو الجاهز، وابدا ان انا اتبل فيه او اغلف فيه البفتيك من جميع النواحي واضغط عليه، ابدا ارصه في طبق واحطه في الثلاجه نص ساعه. الزيت يكون على درجه حراره متوسطه ويكون سخن، انزل فيه حته البفتيك ما اقلبهاش خالص، ادام نزل في الزيت ما يتقلبش خالص. ارجع بعد كده. حاضر ثانيه واحده. ارجع بعد كده خد اللون الذهبي معايا، ارجع اطلعه واحطه في طبق التقديم، هيطلع معاكي زي الفل، ولا بيض ولا دقيق ولا لبن ولا الكلام ده كله خالص. وعندكم الخير كله يا رب. طب نقول طريقه البسبوسه ونختم يا جماعه. عينيا حاضر. طريقه البسبوسه بالزبادي، بنجيب ايه؟ بجيب كيلو سميد بسبوسه، بحط عليه كوبايه من الزبادي، بس خلي بال حضرتك ان الزبادي ان الزبادي بينشف البسبوسه. الزبادي الزبادي بينشف البسبوسه. الحليب والسمنه الحليب والسمنه بس ما بينشفوش البسبوسه، فلو حضرتك عايزاها ناشفه هتستخدمي الزبادي. طيب الطريقه بتاعت الزبادي هو هو بتاعه الحليب، بس ببدا ان انا احط بدل الحليب بحط زبادي مع نص كوبايه الحليب. انا بحط كوبايه حليب مثلا، لا هنحط نص كوبايه حليب. ما بحطش بيكنج باودر، علشان لو حطينا بيكنج باودر بيتحط بعد كده بتعتبر بعد كده بتعلى، والبسبوسه بتاعت المحلات ما بيحطلهاش بيكنج باودر. اسقيها سيرب بارد مش سخن، هتطلع معاكي زي بتاعت المحلات بالظبط. بجيب ايه؟ طب اقول البسبوسه. طيب طب حاضر. طريقه البسبوسه بنعمل ايه؟ بكون جايبه السميد، بحط الاول على النار كوبايه حليب مع نص كوبايه من السمنه مع كوبايه من السكر، بخليه يدفى ما يغلاش، يدفى ما يغلاش. وارجع بعد كده اعمل ايه؟ اروح جايبه سميد البسبوسه، حط عليه معلقه كبيره من عسل النحل او معلقه كبيره من عسل الكلوكوز علشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها، واروح حط عليه كوبايه من جوز الهند، واحط عليه خليط الحليب مع السمنه والسكر، وابدا ان انا ابسه بايديا ما ادعكوش. ارجع بعد كده اجيب الصينيه، احط في الارضيه بتاعتها طبقه من السمنه تكون محترمه كويسه كده، او طبقه من الطحينه، رشه من الطحينه عشان يطلع معايا كويس قوي. وبعد كده احط الخليط وابسه في الصينيه، وارجع اسيبها بره الفرن 10 دقائق، وارجع بعد كده احطها في الفرن على درجه حراره 200 علشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها.
تاخد اللون الحلو بتاعتها وتاخد التسويه الحلوه بتاعتها، اطلعها اسقيها بعد كده بالسيرب البارد واسيبها لحد ما تشربه خالص، هتطلع معانا زي الفل. دي طريقه البسبوسه الاصليه بتاعتنا بتاعت المحلات عشان يطلع معاكي كويس. يلا بينا نفكر حبايبنا تاني بمسابقه الميلامين الشريف مع الشيف. وسؤالنا النهارده بيقول ايه؟ اطباق ميلامين الشريف بتنفع الميكرويف لمده كام ثانيه؟ 20 ثانيه، 40، 20 ثانيه، 90 ثانيه، 120 ثانيه. للاجابه على السؤال الاتصال على الارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه من اي رقم ارضي على 0900937 ومن اي موبايل على 137، في انتظار اجاباتكم الصح ان شاء الله. وعلشان تعرفوا الاجابه الصحيحه هتدخلوا على صفحه الفيسبوك للميلامين الشريف، هتلاقوا الاجابه هناك، او على الويب سايت بتاع الشريف علشان تلاقوا اجابتكم الصح باذن الله. الفايز الثاني معانا هيكسب طقم ميلامين. عباره عن ايه جايزته او عباره عن ايه مسابقته؟ ان هو هتصوروا سفره فطار في رمضان وتبعتوها على صفحه الفيسبوك الميلامين الشريف، واحلى صوره واحلى سفره ان شاء الله هتكسب معانا طقم ميلامين الشريف. يا رب تكسبوا دايما دنيا واخره، اللهم امين. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. عملنا الرز المعمر وعملنا كمان الفراخ بطريقه اسيويه بطريقه مختلفه بتطعيمه حلوه قوي ان شاء الله. عملنا مهلبيه قمر الدين، قدمنا في التقديم السمبوسه اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده، وكمان استخدمنا في مهلبيه قمر الدين النهارده البرتقال والجزر اللي احنا كنا مفرزينه. عندكم الخير كله يا رب، وتسلم ايديكم على كل حاجه بتعملوها. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. اشوفكم بخير ان شاء الله بكره الساعه 10 الصبح. واللي فاتوا اي حاجه من حلقتنا النهارده يقدر يتابعنا في الاعادتين، اول اعاده 5:30، ثاني اعاده ان شاء الله 2:15 بالليل. اسيبكم بخير واشوفكم بخير واقول لكم السلام عليكم.